السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. قبل ما نيجي نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة هنعمل ايه، نقول ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل ماسك الخميرة البيرة للشباب، لحب الشباب، هنقضي على حب الشباب والبسور السوداء وكده. من فوائد الخميرة يا جماعة، مغذية للبشرة وتقضي على الحبوب ونشط الدورة الدموية. لو عايزاها لتفتيح البشرة هنزود نشا، لو عايزاها لنفخ الخدود وتنشط الوجه وتنفخه يعني وتخليه منفوخ كده، مش عارفة انا بقول ايه، بس يلا. في ناس فعلا بيعملوا الوصفة ديت. الحلبة، ليه بقى الحلبة؟ لان الحلبة، مية الحلبة بتبقى مغذية جدا جدا جدا. هنيجي نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة. الوصفة اللي احنا هنعملها معاكم ديت لحب الشباب، دي لحب الشباب. ايه هي بقى يا لولو الوصفة دي؟ واخداها عن دكتورة، طبعا انا لا دكتوره ولا حاجه، بس دي واخداها. قبل ما نيجي نعمل حاجه يا جماعه، بالذات في البشره بتاعتنا، لازم نستشير حد كبير او نشوف اي حد يكون عنده خبره في الموضوع دوت. دي خميره بيره، بصوا انا تعمدت ان انا اجيبها لكم في الكياس كده عشان اوريها لكم. دي خميره بيره عند اي فرن مخبوزات فينو حاجه او اي بقاله هتسالوا عليها. دولت ب 4 جنيه، الكيس ب 2 جنيه. طبعا عشان مش كل شويه هقعد اعمل، فانا هعملها واحطها في علبه، وكل ما اجي ايه اعملها زي ما انتم شايفين كده. انا هفضي الخميره بتاعتي. سوري يا جماعه، ايوه الخميره مش هتتحط في الثلاجه، لا ديت لما تيجي تعمليها تعمليها صفحه كده على طول فريش. دي هنعملها 3 مرات في الاسبوع، الوصفه دي هنعملها 3 مرات في الاسبوع. زي ما انتم شايفين كده الخميره دي حلوه جدا، ويا ريت كده اللي عنده حبوب في بشرته يجرب الطريقه دي وان شاء الله هتعجبه. هنعمل ايه بقى؟ عندي خميرة بيرة زي ما انتم شايفين كده، اللي هي الفريش مش البواكي، الفريش القطع، ماشي. عندي نص ليمونة، هناخد نص ليمونة. هنعمل ايه بقى بالمية الدافية؟ مية دافية عندي، هنبتدي ننزل على، بصوا انا عشان عايزاها زي العجينة مش عايزاها سايلة عشان تثبت على الوجه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، دي هتتعمل صابح بصابح، لان الخميره ما تنفعش تتعجن وتحط في الثلاجه. طبعا هتصحي تاني يوم تلاقي الشقه كلها اتملت خميره. هننزل بنص ليمونه، الليمون بقى ده اللي ايه بيكوي الحبوب وبيقضي عليها بجد بجد يا جماعه. الوصفه دي جربوها، انا جربتها قبل كده قبل ما اعملها معاكم. بنتي كان عندها حب شباب، يعني رحنا لكذا دكتور وكده، بقى يديها كيماويات. الكيماويات زي ما انتم عارفين بتخفف حاجه وبتضر حاجه تانية خالص، فمفيش احسن من الحاجه الطبيعيه. والخميره البيره معروفه، ولما بيشربوها كمان على الريق بالسكر كده بتنضف المعده والقولون زي ما انتم شايفين كده. دي الخميره بتاعتي اللي هنزلها على الوش، وهنسيبها على البشرة لمدة، على الوجه يعني لمدة 10 دقايق، هي يعني على ما تنشف زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هبتدي احط على البشرة وهسيبها. الوصفة دي بقى لو عايزاها لتفتيح البشرة هحط معلقه نشا. وبكده يا جماعه يا رب تكون الوصفه بتاعتنا عجبتكم وجربوها. بجد بجد الخميره حلوه جدا جدا للبشره، لتفتيح البشره، وبتقضي على حب الشباب. الحبوب في اي حته في اي منطقه، ولو عايزه تحطيها في المناطق الغامقه تفتحها مفيش مشكله، لان الخميره دي حاجه طبيعيه ما نخافش منها. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو اخر ان شاء الله.